حياكم الله. قبل 21 عاما تحشدت الجموع الجماهيرية لاستقبال شخصية تجلت فيها عظمة رفض الذل والهيمنة والعبودية والاستكبار والديكتاتورية، وسار في عروقها نهج السعي نحو العيش الرغيد لأبناء الشعب منتهك الحقوق على بساط الطغاة. احتضنت البصرة مسيرة حافلة بالعلم والجهاد والعطاء، وتجسدت في شخصية لا تساوم ولا تهادن على الحقوق ولا تدخر جهدا أو وقتا إلا وكان في سبيل العراق. إنه شهيد المحراب الخالد محمد باقر الحكيم، قدس الله سره الزكي. أما اليوم فشيخ الهمام يسير بالخطى ذاتها ويحط الرحال في نفس المكان والزمان، نفس النهج والمنهج، يطالب بالحقوق ويذكر بالواجبات، ولا تخرج منه كلمة إلا وذكر بفضل الشهداء والتضحيات. فالسلام على من أسس المجلس ومن سار على دربه وكان على الوعد والعهد. حديث ملفنا الأول راح يكون عن زيارة رئيس المجلس الأعلى الإسلامية الشيخ همام حمودي إلى محافظة البصرة في ذكرى وصول شهيد المحراب الخالد قدس الله نفسه الزكية إلى المحافظة قبل 21 عام. وينضم إلينا في هذا الملف الأستاذ قاسم العبودي الكاتب والمحلل السياسي. حياك الله. حياكم الله. 21 عام وصل شهيد المحراب الخالد قدس الله سره الزكي إلى محافظة البصرة، هذا اليوم ماذا يمثل للعراقي الأستاذ قاسم؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم ولكادر قناة الأيام الفضائية والمتابعين الكرام في كل مكان. حقيقة يعني وصول السيد آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم رضوان الله تعالى عليه في مثل هذا اليوم إلى مدينة البصرة يمثل الامتداد الجماهيري الطبيعي الذي ساند وآزر المجلس الأعلى للثورة الإسلامية عندما كان هناك في المهجر وكان يقارع أعتى نظام في منطقة الشرق الأوسط ونظام صدام اللعين. لذلك نقول يوم يعني ذهاب الشيخ سماحة الشيخ همام حمود إلى محافظة البصرة إنما كانت التفات لتذكير الأمة بتضحيات هذا الرجل الكبير وتضحيات المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الذي ضحى في أيام مقارعة للطاغية، واليوم أيضا يضحي المجلس الأعلى من خلال حقيقة يعني الذهاب باتجاهات مختلفة، مرة إلى المحافظات ومرة لتقويم أداء الحكومة ومرة للالتقاء بالشخصيات السياسية في محاولة من حل الأزمة. كل هذه حقيقة الحراك الذي يقوم به المجلس الأعلى هو من أجل يعني تقديم تضحية للأمة حتى وإن كان صدام حسين قد زال عن النظام، واليوم الحقيقة أنا أرى المسؤولية كبيرة جدا، واليوم ما تقوم به القيادة السياسية في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي حقيقة يعني يشار لها بالبنان، خصوصا بعد الإنجازات الكبيرة التي حققت من خلال انتخابات مجالس المحافظة. رح نتحدث عن هذا الموضوع. نعم. لكن أنه شيخ همام حمودي دائما يذكر في أي كلمة يلقيها، يذكر بفضل الشهداء على العراق وعلى العراقيين. برأيك هل اليوم الشعب العراقي واعي على ما قدمه الشهداء؟ نعتقد أنه هناك ثلة كبيرة من الشعب العراقي واعية ومدركة لما قدمه المجلس الأعلى وباقي يعني الأحزاب الأخرى الإسلامية التي ضحت حقيقة بدماء كثير من أبنائها من أجل إسقاط النظام السابق.
يعني حقيقة مما يعني يثير انتباه اليوم، يعني كان هنالك مبادرة من قبل سماحة الشيخ الدكتور همام حمودي عزه الله بإطلاق أحد الشوارع في مدينة البصرة على اسم القناص الشيخ أبو تحسين، الذي حقيقة أركع المجاميع الإرهابية الداعشية عندما كان هنالك حرب ضروس. لذلك نقول أنه هذه الأمة العراقية تستلهم ما تريد أن تستلهم من دماء الشهداء. يعني لدينا اليوم يعني كم هائل من الشهداء في زمن الطاغية وحتى في زمن ما بعد سقوط النظام السابق، هنالك لدينا كم من الشهداء. هذا الإرث الكبير، يعني حقيقة إرث الشهداء يجب أن يستثمر في بناء دولة ناهضة تنهض بما يتطلب المجتمع العراقي. هل استثمر جهد الشهداء وباختصار؟ نعم، استثمروا جهد الشهداء لولا وباختصار شديد. نعم حقيقة، يعني هنالك استثمار لدماء الشهداء بجانب إيجابي، لكنه أيضا يرافق كل عمل ناجح إسقاطات معينة. أكيد هنالك بعض من تاجر بدماء الشهداء، لكن بالعم الأغلب أنه كان دماء الشهداء حاضرة وتم يعني بناء هذه الدولة. نعم. وهذه الحكومة من ركام هذه الدماء الطاهرة التي سارت. نعم. من أجل الوطن. ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ حسن الساري، عضو الهيئة القيادية في المجلس الأعلى الإسلامي. حياك الله أستاذ حسن. أستاذ حسن، أهلا وسهلا، حياكم الله. أهلا وسهلا. كنت في هذه الجولة شو ناصف إذا أمكن الصوت. نعم، الأخوة سيحاولون أن يعالجوا الصوت. الآن صوتي واضح يم حضرتك؟ ضئيل يعني مو قوي، ما أسمع الصوت صحيح. لكن تسمعني، رح أسأل حضرتك اليوم عند زيارتك لمحافظة البصرة. نعم، عند زيارتك لمحافظة البصرة، كيف قيمت عمل الحكومة المحلية في المحافظة وجهودها في تحويل الموارد الاقتصادية في المحافظة لتحقيق نقلة نوعية في واقعها؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة منذ صباح اليوم كان لسماحة الشيخ حمودي ونحن معاه كوفد مرافق له الحقيقة في البصرة، وكان في الاستقبال السيد المحافظ الشيخ أسعد العيداني وأخوة في أعضاء مجلس المحافظة. والحقيقة عقدنا أكثر من اجتماع، والاجتماع الرسمي هو في مجلس محافظة البصرة بحضور رئيس المجلس الأخ أبو محمود البدران وأيضا السيد المحافظ، وكان هناك كلام أيضا من سماحة الشيخ وحديث بخصوص مجلس المحافظة. نعم. وفلسفة وجود مجلس المحافظة ولماذا يعني وضع هذا المجلس في الدستور، وذكر أن من أجل أن لا تكون الصلاحيات في المركز في الحكومة المركز، ولا بد أن تنتقل هذه الصلاحيات للشعب وإلى المحافظات، هي التي تدير يعني نفسها. نعم. بنفسها، ولا تكون من خلال الحكومة المركزية. وأيضا أكد سماحة الشيخ على أن تكون هذه المجالس غير معطلة كما هو حدث في الدورات السابقة. طيب. وكما قيل عن المجالس يعني كانت مجالس تعطل العمل وتعطل المشاريع، لا نريد هذا المجلس أو هذه المجالس بعد الانتخابات أن تكون كما تقول الناس على المجالس أنها مجالس معطلة للمشاريع. نعم. ومجالس فقط أن تكون فيها المشاكل. الحقيقة شفنا من مجلس المحافظة والمحافظ هناك انسجام واضح بين الطرفين، وهذا ما يعني يبشر وينذر بخير، انه وكان اكد سماحة الشيخ ان يكون هناك انسجام في داخل المحافظة بين مجلس المحافظة والمحافظ، وايضا ان يكون هناك انسجام. طيب. بين الحكومة المركزية والحكومة المحلية. نعم. اسباب النجاح ان يجب ان يكون تنسيق وانسجام بين اطراف الحكومة المحلية وبين الحكومة المحلية والحكومة المركزية. نعم، حضرتك وهذا ذكرت ما شاهدناه. نعم. يعني حاصل لحد الان في الحكومة المحلية طبعا، والبصرة هي من المحافظات الناجحة، ويعتبر المحافظ من المحافظين الناجحين الحقيقة في هذه الفترة. وطلبنا منهم وسماحة الشيخ طلب من الأخوة ان يستمر هذا النجاح،
ولا يكون طيب يعني حضرتك ذكرت نجاح فقط في غياب نعم المجلس المحافظة. مجلس المحافظة يجب أن يكون داعم لهذا النجاح طيب وأن يستمر النجاح. حضرتك بالفعل ذكرت هذه النقطة نعم، ولكن تحدثت على النجاحات، هنالك معوقات تعيشها المحافظة وهي جزء من الوضع العام للبلد كما ذكرها الشيخ أمام حمودي، ممكن أفهم من حضرتك ما هي هذه المعوقات؟ نعم هناك طرحت معوقات، لعله بعض المعوقات موجودة في كل المحافظات ومنها تختص في محافظة البصرة. من هذه المعوقات هو أنه تخصيصات موجودة لكن لا تصرف للمحافظة، يعني حقيقة المحافظة تخصيصاتها أكثر من 20 مليار الواصلة لحد الآن تقريبا أكثر من مليارين، يعني لا نص ولا ربع، يعني يطلبون أكثر من 18 مليار دينار عراقي المحافظة تطلب، وبهذا المقدار القليل كل المشاريع التي أنجزت خلال هذه الفترة بهذا المقدار القليل اللي هو يساوي 10% من الميزانية المخصصة للبصرة، هذا معوق كبير الحقيقة. بماذا تعمل؟ يعني هناك كثير من الشركات تعمل بالدين وبالقرض، يعني لحد الآن ما مستلمة أموالها، وبالتالي هذا يعني معرقل حقيقي ومعرقل أساسي لتطوير المحافظة. هناك البطالة موجودة الحقيقة، هناك العمالة الأجنبية أكثر من العمالة المحلية الحقيقة. من خلال زيارتنا للجامعة وجدنا أن هناك حالة إيجابية وسلبية بنفس الوقت. أساتذة في جامعة البصرة في كلية الطب، عميد الكلية ذكر لنا نحن نحتاج إلى أساتذة، ليس لدينا عدد كافي من الأساتذة. وهناك زين أستاذ حسن، يعني برأيكم ما هي متطوعين الحلول؟ أسمحي بس هاي النقطة، هناك متطوعين في من الأطباء يجون ويدرسون في هذه الجامعة مجانا وليس لفترة قليلة سنة أو سنتين، 7 سنوات يدرسون مجانا. هاي حالة إيجابية تنعكس إلى أهل البصرة، لكن بالحقيقة سلبية أنه من الحكومة في هذا الوضع، وهاي البصرة أم الخيرات أم النفط سلة العراق، واليوم زين أستاذ حسن ما ذكرت نقطة مهمة للغاية. اي نعم ما ذكرت نقطة مهمة للغاية، لكن هنا يطرح سؤال، المشكلة مشكلة إمكانات، يعني ماكو إمكانات لدى العراق لتمويل وللدعم ما تفضلت به من هؤلاء المحاضرين في كليات الطب، لو المشكلة أنه دعم وتخصيصات ماكو. لا هناك عاقل الحقيقة من خلال يعني أولا ما أدري تركب التنسيق بين الحكومة المحلية أو الجامعة مع الوزارة التعليم ووزارة الصحة، ويقولون نحن ذكرنا هذه القضية أكثر من مرة مع الوزارات المختصة لكن لا توجد هناك استجابة، وبقى الحال على ما هو عليه. واليوم هذه الكلية المهمة كلية الزهراء الطبية وهي حكومية تعاني من نقص الأساتذة وتعتمد على المتطوعين من الأطباء في وزارة الصحة يجون ويدرسون مجانا، فلعل هناك ضعف في التنسيق أو يعني قضية أيضا هم اشتكوا من عتها قضية أنه عدم التعاقد، كان أكو عتهم مجال يتعاقدون مع الأساتذة، الآن لغوا هذا من الوزارة لغت التعاقد مع الأساتذة في الجامعات، وبالتالي أصبح النقص أكثر. لذلك هم يناشدوننا ويناشدون الوزارات المختصة أن تحل هذه المشكلة، واقعا مشكلة كبيرة وجامعة مهمة جامعة البصرة من الجامعات الرصينة لكن تعيش مثل هذه المشاكل. المحافظة طبعا في مجلس المحافظة ذكروا هناك كثير من المعوقات لكن يمكن أن تحل بالتنسيق يعني شو اسمه التنسيق المستمر والانسجام المستمر بينها وبين الحكومة المركزية يمكن أن تحل. طبعا هناك مشكلة أيضا أخرى طرحت من قبل أعضاء المجلس
هو موضوع القانون المحافظات المعدل 21، يعني صار لهذا 20 سنة تقريبا، وبالتالي كل مرحلة يجب أن يعدل هذا القانون حسب المراحل الآتية. طيب القانون قبل 20 سنة ولحد الآن وطرأت كثير من المشاكل، ويحتاج إلى الحقيقة إلى بعض التعديلات وإعطاء بعض الصلاحيات للمجلس المحافظة. هناك أيضا قضية الحالة الموجودة لعله عند كل المحافظات، أنه عندما جاءت هذه المجالس يريدون يغيرون كل المسؤولين الموجودين بالمحافظة، وهذا حالة غير صحيحة وغير صحية. المدير العام والمدير الناحية أو القيمقام لماذا يعني يقيلوه وهو مثلا إنسان ناجح إنسان خدوم يخدم؟ وهذا يعني كان عند الأخوة في مجلس المحافظة والمحافظ في البصرة متخذين في الموقف أنه شكلوا لجنة ويقيمون كل مسؤول وكل مدير وكل مدير ناحية. وضحت الفكرة تماما. على حدة إن كان ناجحا فيستمر في نجاحه، وإن كان غير ناجح يمكن أقالته. وضحت الفكرة. إحنا هم طلبنا منهم أن يرفعون شعار الناجح لا يبدل، الناجح يبقى، وهذه حالة جيدة إذا طبقت على المحافظات. ولا تكون أنه تغيير الناس عبثا، وهذا مما يشكل حالة القلق السياسي والأمني. ونحن شكرا جزيلا. لذلك أنه رئيس الوزراء منع مثل هذه التغييرات الغير مدروسة، وتغيير كل مسؤول بدوافع سياسية أو حصص محاصصة. وضحت الفكرة تماما. لعدم الوقوع لعدم الاستقرار. احنا نحتاج إلى استقرار في هذه الفترة، ورانا انتخابات بكل تأكيد أستاذ حسن، نحتاج إلى المزيد من الاستقرار السياسي حتى تستمر شكرا جزيلا. شكرا جزيلا الأستاذ حسن الساري عضو الهيئة القيادية في المجلس الأعلى الإسلامي، حياك الله. شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من هذه الإيضاحات. إذن هنالك نجاحات تحسب للمجلس الأعلى، ولكن هنالك معوقات في البصرة حالها حال بقية المحافظات العراقية، وحضرتك سمعت ما تفضل به أستاذ حسن. نعم، يعني حقيقة للتذكير فقط أنه كان هناك قانون أول من دعا له وأسس له هو المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عندما شرع قانون البترودولار الذي كان يعني يعطى دولارا واحدا للمدن المنتجة للنفط. وكان حقيقة يعني المجلس الأعلى كان يقصد محافظة البصرة باعتبار أنها يعني ثلثي النفوط العراقية المستخرجة من محافظة البصرة، لكن للأسف الشديد يعني عقبة الفساد الكبيرة التي توالت على المحافظة لم تنصف أهل هذه المدينة أسوة بباقي المدن النفطية المنتشرة يعني في منطقة الخليج، يعني والبصرة قريبة. الفساد كان بمجلس المحافظة. الفساد نعم وين في كان مجلس المحافظة وفي مجلس المحافظة وفي مفاصلها وفي كثير من مفاصل حتى في الشركات النفطية وجولات التراخيص القديمة، يعني حقيقة كانت فيها فساد كبير. لذلك يعني هذا القانون لم يفعل بالشكل الذي يليق بأبناء مدينة البصرة. لذلك عندما ذهب الشيخ همام حمود اليوم إلى محافظة البصرة لتذكير المحافظ والمحافظة ورئيس مجلس المحافظة أنه هذا الشعب البصري يستحق، يعني الشيخ همام حمودي لخص تاريخ البصرة بأربع كلمات، قال إنها درة العراق وبها مقومات اقتصادية وبشرية وتاريخية وفيها تضحيات. زين ليش كل هاي الدعوات ولازم الشيخ همام حمودي يروح بنفسه ويذكر بكل هذه الأمور؟ ليش هي البصرة مو تستحق كل هذا؟ يعني البصرة طبعاً. ليش دائما مظلومة؟ ليش مظلومة عن محافظات الشمال أو محافظات أخرى أستاذ قاسم؟ هي أسوة بباقي المحافظات، يعني حقيقة أغلب محافظات العراق اليوم مظلومة لأنه الإدارات غير ناجحة. هنالك المحافظات الجنوبية بالذات مظلومة أكثر. نعم وسط الجنوب مظلومة، يعني عندنا محافظات تكاد لا تذكر، السماوة الديوانية يعني محافظات حقيقة تعبانة جدا. هذه البيروقراطية الكبيرة التي مارستها الإدارات المتعاقبة على هذه المحافظات أوصلت الشعب العراقي في تلك المحافظات إلى هذا الوضع وهذا الهون. اليوم يعني حقيقة التفاتة طيبة من سماحة الشيخ ومن المجلس الأعلى أنه ذهب لتذكير مجلس محافظة البصرة بأهمية هذه المحافظة. هذه المحافظة يعني تعيش مفترض تعيش رخاء اقتصادي أسوة بالمدن الأخرى التي في إقليم كردستان، يعني نفط البصرة يعادل
أضعاف أضعاف اللي موجود في كردستان. لكن هي البصرة شو محصلة غير محصلة التلوث البيئي والفقر والجوع. للأسف الشديد يعني بصراحة اليوم من يتحمل هالمسؤولية أستاذ قاسم؟ حقيقة تتحملها أولا الحكومة والمؤسسة التشريعية، يجب سن قوانين وتشريعات تتلائم مع أبناء هذه المدينة. البصرة مدينة منكوبة على مر العصور، حتى في زمن الغابر أيام صدام حسين أيضا كانت مدينة منكوبة. يفترض اليوم أن الحكومة تنهض بهذه المدينة. يعني هذه اللحظة يعني لم أسمع أنه السيد محمد شاع سوان ذهب إلى هذه المدينة وناقش الواقع الخدم في تلك المدينة، لم يذهب لإصلاح بعض القوانين أو سن بعض التشريعات في تلك المدينة. ما هو الضغط على رئيس الوزراء هم كبير، تركات ثقيلة جدا، والرجل مدى يعرف مين يبدأ ومين ينتهي. ست اقتصاد العراق ينبع من تلك المحافظة. ثلثين الموارد يعني المالية اللي تدخل العراق هي من نفط البصرة. فيفترض إلى هذه المدينة اهتمام كبير. فضلا عن ذلك مسألة، هناك انتشار أمراض سرطانية. حقيقة يعني هذه مشكلة يعاني منها جل أهل البصرة، وقد تقدموا بشكاوى كثيرة بسبب يعني عدم معادلة المحروقات الناتجة من الآبار النفط التي تنتشر في سماء البصرة. فأعتقد أنه اليوم أكو التفاتة طيبة. هذه الالتفاتة رح تؤتي كلها إن شاء الله بإذن تعالى. يعني أنا حقيقة يعني بالشارع العراقي هنالك وزارة يعني تحسب على المجلس الأعلى العراقي اللي هو وزارة الصحة. يعني وزارة الصحة حقيقة يعني التقينا بالسيد الوزير قبل فترة، يعني تقوم هذه الوزارة بخدمات طيبة وجليلة للشعب العراقي. هناك افتتاح مستشفيات كثيرة، هنالك يعني تحديث الأجهزة المستخدمة في العمليات الكبرى. يعني حقيقة السيد الوزير يعني يقوم بجهد استثنائي هو وكل فريق الوزارة. يعني لما ذهبنا واطلعنا على واقع الخدمات الصحية المقدمة، حقيقة هناك فرق شاسع بين الوزارة حاليا والوزارة في الزمن السابق. طيب الوزارة، وزارة الصحة، وأنت ذكرت أنه هي محسوبة على المجلس الأعلى، نعم، راح تتطرق لموضوع الأمراض السرطانية وانتشارها في محافظة البصرة، خاصة بعد زيارة الشيخ الهمام إلى محافظة البصرة. هم تطرقوا قبل هذه الزيارة. يعني السيد الوزير يعني ناشد السلطة التشريعية بسن قوانين تحد من التلوث البيئي في محافظة البصرة. هنالك حقيقة إنشاء مراكز جديدة وحديثة بإشراف وزير الصحة لمعالجة بعض الأمراض السرطانية. هنالك إفادات لبعض مرضى السرطان، نستجير بالله رب العالمين، وإلى خارج العراق. حقيقة هناك جهد، وهذا الجهد يحسب لوزارة الصحة. هذه الوزارة من يدعمها هو المجلس الأعلى السلام العراقي. يعني اليوم يعني الوزارة الوحيدة التي تتعرض للتسقيط هي حقيقة وزارة الصحة. يعني أنا على مستوى شخصي، أنا يعني من يعرضها للتسقيط؟ يعني الأقلام الصفراء والناس اللي تستهدف العملية السياسية بأكملها هو المجلس الأعلى على وجه الخصوص. يعني كثير يقولون يعني وين المجلس الأعلى؟ ما إلى أثر بالشارع. يعني هذا الأثر الكبير اللي تقدمه وزارة الصحة وباقي الوزارات الداعمة أو المدعوم من قبل المجلس الأعلى، حقيقة هناك آثار واضحة بالشارع. لكن للأسف الشديد التعتيم الإعلامي الأصفر الذي يحاول تسقيط كل نجاح وصل الأمور لهذا الحد. لكنه أنا على مستوى شخصي يعني أنا طلعت وباقي المحللين السياسيين، يعني كان هنالك لقاء إعلامي كبير مع وفد الوزارة وحضور السيد الوزير، رأينا هناك يعني منجز على أرض الواقع. الاستهداف لوزارة الصحة بشكل عام لو لشخص الوزير بشكل خاص؟ لا، الوزارة كلها طبعا متمثلة بشخص الوزير أكيد. يعني لما أقول هناك مستشفى لا يقدم خدمة، مستشفى لا يقدم علاج، يعني أنا قلت لك على مستوى شخصي لدي حصة بطاقة دوائية، أروح المستشفى ابن البيطار قص باصب 5000 دينار أخذ دواء مال القلب وأمراض مزمنة. لما يوم الشهر اللي ما أروح بيه أشتري هاي الأدوية من الصيدلية، يعني يعبر الرقم 120-130 ألف دينار شهريا. فهذا جهد حقيقي مشكور. وزارة الصحة أخذت إرث كبير من الإهمال ومن الفشل من الحكومات السابقة. طيب لماذا لا يتم تسليط الضوء على هذه الفقرة بأن وزارة الصحة والله ما تقدر تصنع معجزات خلال سنة أو سنتين أو ثلاثة، لأنه التركة كانت ثقيلة؟ وفعلا هذه حقيقة، يعني الوزارة لن تستطيع مواجهة هذه التركة العملاقة. يعني قبل فترة سمعنا وزارة الداخلية قامت بعمل رائع في منطقة البتاوين للتصدي للعصابات التجار بالبشر والمخدرات. أيضا وزارة الصحة قامت بعمل مماثل لم يكن أفضل منه، أنه توجهت إلى مراكز التجميل، لأن هنالك من
يعمل عمليات جراحية للفتيات، يعني نفخ وغير من المسائل. هي هاي نعم. مراكز التجميل غير المرخص. غير مرخص وحتى المرخصة. هي تتأرق العراقيين بصراحة، لأنه ثلاثة أربع المصايب والبلاوي هي من وراء هذه المراكز حقيقة غير المرخصة. هذه حقيقة يعني. فقامت نعم. وزارة الصحة مشكورة بتشكيل فرق ميدانية للاطلاع على واقع هذه المراكز، وفعلا لقوا هنالك أكثر من 60% من هذه المراكز غير مرخصة قانونيا وتعمل كيفما تشاء، وعدم وجود أطباء لإجراء هذه العمليات. يعني واحدة بنية متعلمة أنه تشتغل عمل معين وتجي تعمل تجرى عمليات كبرى في هذه المراكز. وهذا هم يخلي المواطن يقول لك هذا شلون يتجرأ ويقول أنا طبيب وهو أصلاً مو طبيب، مجرد متمرس على عمليات. تجرى في غفلة من الزمن. والفيلر وهذه الأمور. يعني تجرى. اليوم أكو متابعة، أكو محاسبة، أكو مراقبة. اليوم أكو متابعة، واليوم أكو مراقبة، واليوم أكو محاسبة. اليوم يعني حقيقة أنا يعني حقيقة لست من يعني متفائلين جدا، لكنه أرى في شخص السيد وزير الصحة والفريق العامل معه هنالك بصمات واضحة. إغلاق أكثر من 60% من المراكز التجميل هذا إنجاز حقيقة، يعني هذا متابع، وليس في بغداد، في بغداد كرخ ورصاف وفي باقي المحافظات أيضا. يعني بالمجمل يعني هنالك اليوم نشاط، نشاط واضح، وهنالك منجز لوزارة الصحة أسوة بباقي الوزارات التي تحاول أن تترك منجز على أرض الواقع. شكرا جزيلا الأستاذ قاسم العبودي، حياك الله على كل المعلومات اللي تفضلت فيها المحلل السياسي. شكرا جزيلا على ما تفضلت. أهلا وسهلا. نفتح وياكم ملفنا الثاني، ورح يكون عن جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة، ورح نفتح وياكم بتقرير الزميل شيبان سامي لنتابع. اليوم وعلى بركة الله تقام هذه الفعالية لتنافس الشركات على الحقول والرقع الاستكشافية. بحضور رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني انطلقت فعاليات جولة التراخيص الخامسة والسادسة التكميلية الخاصة بالحقول النفطية والغازية. لجنة من كادر متقدم ترأسهم وزير النفط حيان عبد الغني للإشراف على العقود التنافسية للمشاريع المطروحة لعدد من الشركات المنافسة. انطلقت جولة التراخيص الخامسة التكميلية وجولة التراخيص السادسة اللي تضم 29 حقلا ورقعة استكشافية، 22 شركة عالمية تتنافس على هذه الحقول، 12 محافظة سوف تستفاد من هذه المشاريع. خطط الحكومة، البرنامج الحكومي يهدف إلى الاستثمار الأمثل للثروة النفطية والغازية، وبالتأكيد يعني أنه هذا راح ينعكس إيجابا، يعني تطوير هذه الحقول، هذه الرقعة الاستكشافية ينعكس إيجابا على الواقع الاقتصاد العراقي. إحالة الحقول النفطية التي تستضيف كميات كبيرة من الغاز المصاحب إلى شركات مختصة خطوة مهمة أعلن عنها رئيس الوزراء، مؤكدا حرق الغاز سيتوقف خلال السنوات الثلاث القادمة، وسيكون العراق من البلدان المصدرة للغاز. الغاز أصبح سلعة استراتيجية بكل العالم، وبالنسبة للاقتصاد العراقي ضروري جدا، والعراق يجب عليه الاستغناء عن استيراد الغاز، لأن الحكومة العراقية تصرف مليارات الدولارات على استيراد الغاز من الدول المجاورة، فيجب أن نستغني عن هاي الاستيرادات ونعتمد على غازنا. يوم نجاح يعتبر بالنسبة إلى وزارة النفط وبالنسبة إلى جولة التراخيص. لليوم الثاني تستمر وزارة النفط بتقديم العروض للشركات المستثمرة، حيث أحيلت عددا من المشاريع للشركات الصينية في محافظة المثنى والديوانية وبابل وواسط. اليوم الثاني لفتح العطاءات للمتقدمين حول ملحق الجولة الخامسة والجولة السادسة، ما تضمن تقريبا بحدود 29 حقل ورقعة استكشافية، هذه ما بين إنتاج النفط والغاز وما بين رقعة غازية واعدة، هي من ضمن المشاريع التي أطلقها السيد رئيس الوزراء. 29 مشروعا أتاحت للشركات فرصة للاستثمار داخل الحقول النفطية والغازية الموزعة بين 12 محافظة، حيث ستسهم هذه المشاريع بزيادة الواقع الخدمي والاقتصادي لتلك المحافظات. من بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية.
حديث ملفنا الثاني راح يكون مع مدير عام شركة نفط الوسط الأستاذ محمد ياسين حسن، حياك الله. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ. السؤال الأبرز في الشارع، ماذا سيستفيد العراق من جولة التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة؟ نعم، شكرا جزيلا. الحقيقة المعروف بأنه عملية استكشاف واستخراج النفط والغاز عملية ذات أمد بعيد وطويل. نعم. وبالتالي على وزارة النفط أن تمهد وتهيئ حقولها للمستقبل لديمومة الإنتاج. من المعروف أيضا أنه الحقول أغلبها تبدأ بالانخفاض بعد فترة ولها عمر للنضوب، وبالتالي على وزارة النفط أن تستكشف كامل رقعها الجغرافية، كامل رقعها الغازية والنفطية، أولا لديمومة الإنتاج، وثانيا لزيادة التنمية الإنتاجية. نعم. ايش قد الحق النفط يبدي بالنضوب؟ ماكو قياس محدد، حسب الحقل. كل حقل يبدي القراءه مالته بعد الخطه التطويريه وبعد دراسه، الدراسه غالبا تطول 3 سنوات، بعدها نقدر نقرر، اللي يدرس الحقل يقدر يقرر كم مده الانتاج الاولي، كم مده انتاج الذروه، زين، ايش قد طولها وايش قد كميتها، وش وقت يبدي بالانخفاض. وطبعا هذه الحقول احنا بدنا نحكي على مكامن غالبا يصعب التكهن بها الا بعد بدء الانتاج. يعني ايش قد تقريبا الحقول اللي بدات بالنضوب عندكم ايش قد؟ واليوم المواطن لازم يفهم. نعم. هذا الحقل ايش وقت بدايته، ايش وقت غزاره انتاجه، وايش وقت يبدي ينتهي؟ معدل اعمار الحقول 25-30 سنه حسب سياسه الانتاج. عندنا حقول اعمارها 40 سنه ومستقره باعتبار الانتاج كان لكميات محدده ومقننه. عندنا حقول غازيه اعمارها 30 سنه، الذروه مالتها 13 سنه تستمر، 13-15 حسب الحاله. بالتالي هاي اعمار الحقول تتراوح بهالطريقه. يعني اليوم هذا بعد شقد نحتاج بجوله التراخيص الخامسه التكميليه والسادسه؟ ايش قد نحتاج من الوقت حتى هذني مباشرا، وكم حقل بهذه الجوله؟ نعم، احنا اول شيء نتكلم على 29 حقل وتركيب. هذه الجوله 29 حقل وتركيب. نعم. شنو الفرق بينهم؟ الحقل هو الحقل المستكشف، يعني هناك هيدروكربون مؤكد ومؤكد نوعيته. أي. يعني ممكن هذا الحقل غازي، هذا الحقل نفطي، معناها اكو بير استكشافي واحيانا اكو بير تقييمي. بالتالي هذا مؤكد انه هو بنفط او بغاز. طبعا نجهل كمياته باعتبار هو ما صار به تقييم حقيقي لسنوات، لكن هذا مؤكد. الحقول اللي نحكي على المكامن او التراكيب اللي هي غالبت على هاي الجوله، هذه حقول تم اجراء المسح الزلزالي لها، احنا نسميه مسح ثنائي الابعاد، اللي هو اكد وجود هيدروكربون لكن ما اكد بالضبط هل هو غاز او نفط، غير مؤكد 100%. بالتالي يحتاج عملية استكشاف وتطوير جديدة، هذه تستغرق سنوات، يصير مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد، وبالتالي يكتشف مكان الهيدروكربون ونوعيته، ثم يتم حفر آبار استكشافية تقييمية. هذه الحقول وين اكتشفتوها حضرتك؟ الحقول هذه خصوصية الجولة الخامسة التكميلية والسادسة شملت كل البقاع العراق. الفكرة من عندها أنه إحنا نريد ننتج من أكثر من مكان حتى نوزع الطاقة. نحتاج محطات طاقة كهربائية في مناطق بعيدة تحتاج وقود حتى نوفر لها. وقودها على الغاز راح يكون؟ غالبا غاز، نعم. أي. إحنا سياسة الحكومة حاليا وخطة الحكومة أنه نمضي بالغاز لعدة أسباب. السبب الأول أنه الغاز أرخص من النفط، الغاز غير محدد بأقيام إنتاج وتصدير أوبك، الغاز طاقة نظيفة، هواي أسباب. والعراق أيضا عراق بغاز كميات هائلة لكن غير مستغلة. الحقيقة الحكومة الحالية ركزت، يعني دولة رئيس الوزراء ركز بشكل كبير على استغلال الغاز، وخطط الوزارة حاليا أنا أعتبرها خطط ناجحة باتجاه استثمار الغاز. طيب، جولات التراخيص تبنت تحويل 40% من إنتاج النفط إلى منتجات نفطية. نعم. ممكن تحدثني عنها، شلون ممكن راح تحولون هاي النقطة؟ نعم، هو بالأصل القطاع التحويلي اللي هو قطاع المصافي حالياً. أي.
قطاع يعني بحاجه الى بالشارع، احنا نحكي على المشتقات النفطيه البنزين والغاز الى اخره. اذا تعرفون قبل كم يوم صرح السيد الوزير على انه العراق اكتفى ذاتيا من الغاز اويل واكتفى ذاتيا من البنزين، وحسب تصريح السيد الوزير اول شحنه حاليا عرضت للبيع بالميناء من الغاز اويل. هذه مشتقات احنا اولا بالشارع محتاجينها، وكانت تكلفنا مبالغ طائله بالاستيراد. بالمشتقات اكو بعد تفاصيل اضافيه بالقطاع التحويلي ممكن نسوي مشاريع متكامله. مثل شنو؟ مثل زائلينات، منظفات، بعض المواد الكيميائيه اللي تدخل بالصناعات الكيميائيه، تدخل بالصناعات الاسمده. فكل هذه صناعات تحويليه النفط والغاز عنصر اساسي بها. فحقيقه في كل العالم مبدا التحويل هو مبدا مربح. غالبا القطاعات التحويليه ارباحها 10 الى 15% فوق المنتج اللي تستهلكه. وبالتالي بدل ما احنا قاعد العراق ايش قد جاي يخسر من عدم هذا، من عدم تحويل هذه الصناعات التحويليه الى فائده على ارض الواقع. طبعا احنا نتكلم على صناعه بالسابق كانت بعض المعامل توقفت حاليا، بالسابق كانت موجوده، بعضها استحدث حاليا. اليوم خطه الوزاره وخطه الحكومه فتح المجال حتى للقطاع الخاص لانشاء معامل ومصانع تحويليه تغنينا عن الاستيراد. اولا نستثمر المخزون النفطي والغاز اللي عندنا، وثانيا نوفر عمله صعبه من استيراد هاي المنتجات. حقيقه هسه حاليا تخلي ايدي عامله ايضا تشتغل بهذه المصانع. طبعا هو في كل الاحوال موضوع الايدي العامله، احنا من نحكي على جوله التراخيص الخامسه التكميليه والسادسه منتشره في اغلب محافظات العراق. واحده من استراتيجيات الخطه انه نوفر يعني نوفر للعماله العراقيه والبطاله العراقيه نقللها، ونوفر فرص عمل للشباب. تعرفين حضرتك هو مبدا التوفير العماله، تقصد العماله الاجنبيه تقللها وتوفر عماله عراقيه للشباب العاطلين عن العمل. طبعا هو في كل مكان راح يصير توفير فرص عمل في كل مكان، وفي كل مكان راح نجد اكو تخوف يقول لك خاف تروح للاجنبي وشبابنا يبقون عاطلين. لا احس احنا اصلا في وزاره النفط عندنا سياسه منذ بدات التراخيص. نعم. السياسه مبنيه على انه المشغل الاجنبي لما يجي يشتغل في اول 3 أشهر يضع سياسه اسمها سياسه الاتش ار، سياسه الموارد البشريه. جزء مهم وفقره مهمه بهذه السياسه اسمها سياسه التعريق. التعريق يضع خطه سنويه وخطه خمسيه لسياسه التعريق، ويفترض على عمر العقد مالته اللي هو يتراوح بين 20 الى 25 سنه هو يضع سياسه في نهايه العقد يجب ان يكون كامل الكادر العراقي. وهذه السياسه احنا ملتزمين بها، لانه اولا احنا ملزمين ان نوفر فرص عمل لشبابنا، وثانيا احنا ملزمين نطور الشباب اللي عندنا. وحقيقه هذا العمل احنا ماضيين به في كل جولات التراخيص، واعتقد حتى احنا يعني عابرين النسب المحدده بالعقود. زين، ميناء الفاو طريقه التنميه ايش راح يضيفون للعراق فيما يتعلق بمجال الغاز؟ خطه الحكومه واللي وزاره النفط جزء كبير من عندها انه احنا بما انه ماشيين باتجاه نعظم منتجاتنا ونعظم انتاجنا من الغاز والنفط، اذا احنا في العشر سنوات القادمه او احتمال بالخمس القادمه راح نكون مصدرين للغاز. طبعا احنا ماكو تصدير هو للغاز يعني يعني من نحكي على طريقه التنميه، وما راح يصدر به، راح يصدر الـ LPG مثلا هو غاز سائل. لكن في كل الاحوال بما انه احنا نكون مصدرين، اذا لازم نضع الخطه اللازمه لهاي الخمس او العشر سنوات الجايه. يعني خمس سنوات راح نكون مصدرين بعد ما راح نستورد الغاز؟ احنا يفترض بالخمس سنوات بعد ما نستورد غاز خطط الوزاره والاحاله للحقول الغازيه تحديدا بهذه الفتره هو الغرض من عنده اولا الاكتفاء الذاتي. طبعا احنا نتامل جدا انه نصدر. صح التكهن يعني صعب هسه اليوم، يعني التكهن صعب بالتصدير لو احنا عندنا غاز اصلا. لا احنا
يعني امتلاك العراق لحقول غازية واعدة هذا مؤكد وحقيقي. هذا المواطن البسيط يدريها ويدري ايش قد كميات غاز قاعدة تحرق عند استخراج النفط، لكن المواطن اليوم عنده سؤال، يقول لك لما الغاز يطفو العراق يطفو على هذه الحقول الغازية، إذا ليش ما عندنا كهرباء بالصيف؟ نعم، احنا لا ننسى العراق مر بظروف قاسية، لا ننسى المناطق اللي بيها الغاز حاليا واللي هي حقول واعدة جدا مرت بأزمة داعش الإرهابي. نعم. هذا وقف العملية الإنتاجية لسنوات وسنوات طويلة، ليس يعني مو شيء قليل، وبالتالي هذا بصراحة هو مو ذنب وزارة النفط والمواطن أيضا حقه من يقول. الأزمة قبل دخول داعش الإرهابي للعراق. لا ما كانت هي في حقيقة ترى الحقول الغازية بالذات الكبيرة زي. اللي هسه احنا نتأمل بها هي كانت محالة وماشية على قدم وساق قبل دخول داعش، توقفت بدخول داعش تحديدا ب 2014 توقفت زي. واحنا كنا قبل كم يوم نحكي على مثلا حقل عكاز، حقل عكاز قبل 2014 هو كان ماشي الخطة بشكل طبيعي زي. لكن توقف لظروف داعش. حقل المنصورية كذلك، ايضا حقل واحد، فهذا الحقيقه اللي صارت يعني. فوزاره النفط بالتالي كانت تحاول تجد البدائل هاي الفتره اللي حقول الغاز توقفت. البدائل هي عباره عن استخدام النفط الخام بدل الوقود السائل، خلينا نسميه النفط الخام او الغاز اويل او الفيول اويل، استخدمت الوقود السائل بدل الغاز للمحطات، بدليل بالاصل المحطات اللي انشئت من 2003 وجاي كلها غازيه، كلها غازيه بالاصل. صحيح. فكان الخطه كلها غاز. والان المواطن يسال يقول لك بعد 5 سنوات ان شاء الله العراق راح يصدر غاز، اذا في غضون ايش قد راح نحقق الاكتفاء الذاتي وبالتالي نقضي على مشكله الكهرباء في العراق؟ احنا خلينا نتحدث على خطط المتاحه ضمن نطاق شركه نفط الوسط. نعم. طبعا كل الشركات هي عندها خطط بنفس الطريقه. نعم. اليوم احنا الحكومه العراقيه اقدمت على انشاء محطه مثلا في الانبار 1640 ميجا واط. بالخطه تنشا المحطه بالتوازي مع استثمار الحقل. المحطه حاليا بالانشاء واحنا ايضا وقعنا عقد الاستثمار. نحكي على مثلا محطه الكهرباء المنصوريه ايضا منشاه وتحتاج الى غاز وايضا الحقل قريب معتها، بالتالي احنا كشركه نفط الوسط يفترض خلال 5 سنوات نغطي حاجه هاي المحطات من او قبل نهاية 5 سنوات نغطي حاجة هاي المحطات من الغاز من حقولنا، ولدينا فائض بإمكان نبعثه للمحطات الأخرى. فإذا احنا كالتزام لشركة نفط الوسط، شركتكم مش قد تقدر تغطي من النقص اللي عندنا بالغاز؟ حقيقة أنا ما أقدر أقول إحصائية دقيقة، لكن أقدر أقول المحطات في مناطق اللي منتشرة ضمن الرقعة الجغرافية المسؤولة عنها شركة نفط الوسط راح تغطى بالغاز قبل نهاية 5 سنوات بالكامل. يعني ما راح يصير ناقص. جيدة أستاذ محمد. أي نعم، ليست بالقليلة. إحنا اليوم بنحكي على حقل عكاز مشغلين بمحطة كهرباء عكاز الغازية اللي هي 250 ميجا، والهدف والخطة نشغل محطة كهرباء الأنبار اللي هي 1640 ميجا، محطة المنصورية 700 ميجا أيضا هذه راح إن شاء الله نغطيها بالغاز. فالخطة إنه إحنا نغطي هاي المحطات اللي قريبة من حقولنا وندفع الباقي للشبكة الوطنية. طيب. لتغطية ماذا يعني دخول شركات عراقية للمشاركة والمنافسة على استكشاف الحقول؟ وبالحقيقة احنا كنا نتأمل اكو شركات عراقية، لكن حضرتك تعرفين موضوع الاستثمار، موضوع دخول التراخيص يخضع لمعايير دولية وضعتها وزارة النفط منذ اكثر من 10 سنوات، حوالي 15 سنة زين، وبالتالي هاي المعايير يعني ما محجوبة عن احد، متاحة لكل الشركات عالمية أجنبية عربية متاحة لها. فاليوم نحكي على الجولة السادسة والجولة الخامسة التكميلية، كان هناك 20 شركة مهتمة. 20 شركة مهتمة؟ نعم. ايش قد منها عراقية؟ عراقية اعتقد اللي قدمت البارحة واليوم بس شركة كار. أي. عراقية. احنا يعني هسه حاليا الشركات الأجنبية اللي قدمت على العقود قد تدخل بشراكات مع شركات عراقية. احنا اليوم نحكي على حقل المنصورية هو مشاركة بين شركة عراقية وشركة أجنبية. وزارة النفط تهتم بأنه تنمي الشركات العراقية. والشركات العراقية يجب أن تكون وفق المعايير. اليوم الشركات العراقية
مكتفية بهذه المعايير تقدر تنفذها على أرض الواقع لو لا؟ وبصراحة نعم بصراحة هو يعني إحنا ما قدمت لنا شركة عراقية خلينا نقول يعني تمتلك كل المؤهلات. أكو شركات عراقية قدمت من خلال ائتلاف شركات وليس من خلال مباشرة، لأن تعرفين أحد أهم المعايير هو الملاءة المالية، الكفاءة الفنية، امتلاك الشركة لحقل عامل بالعالم حتى نضمن خبرتها وديمومة إنتاجها والسيولة التي تقدم لها. هذه معايير شوية صعبة. مساهمة الإصلاحات في الضريبة والجمارك والنظام المصرفي، هذا كله ساعد على خلق بيئة استثمارية، يعني خلينا نقول بيئة جاذبة للاستثمارات في العراق، واليوم هاي متحققة لو لا؟ بالحقيقة هو صار يعني احنا أنا خلي ما أدخل بتفاصيل الضريبة، بس أحكي على الجانب اللي احنا نتعامل وياه حاليا. حاليا صار بالإصلاح الضريبي صار فد نظام جديد وتواصل مع الضريبة، لأن الضريبة هي بصراحة هي أحد أهم حقوق الحكومة للحصول على الموارد المالية من أعمال الشركات. اليوم بيننا وبين الضرائب تعاون شديد، وصار تنظيم أولا يضمن حقوق الدولة العراقية، وثانيا يقلل المشاكل اللي تحصل مع المقاولين. بالسابق كان اكو هواي مشاكل مع المقاولين واكو هواي مبالغ معلقة، هاي المبالغ كانت تخلق بيئة يعني خوف وشك بالمقاولين الأجانب. اليوم بدأت تنحل، يعني بدأت تصير اتفاقات أو قوانين منظمة لعملية الاستقطاع الضريبي، منظمة صار عند يعني البيئة تحولت تدريجيا إلى جاذبة، بيئة جاذبة، صار أكو وضوح، يعني صار المقاول يعرف طريقة الضريبة وكميتها ومقدارها. لا. بالتالي هو أيضا ما راح يتخوف ويحط مبالغ أرباح إضافية تخوفه من هاي المسائل. شكرا جزيلا. نعم. مدير عام شركة نفط الوسط الأستاذ محمد ياسين حسن، نورتنا بحلقتنا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا لكم على كل ما تفضلت به. إذن نشاهد وإياكم ونتابع وإياكم أبرز التغريدات على منصة إكس فيما يتعلق بجولات التراخيص، لنتابع. ختام حصادنا لهذا اليوم بموجز يلخص أبرز أخبارنا المحلية. السوداني يؤكد خلال استقباله وزير الداخلية السوري أهمية رفع التنسيق الأمني بين البلدين. وزارة الصحة توقع مذكرة تفاهم في مجال التعاون الدوائي والصحي مع نظيرتها التونسية. هيئة النزاهة تضبط موظفين اثنين في الديوانية للإخلال بواجبات الوظيفة وتسلم الرشوة. انطلاق الامتحانات الوزارية الابتدائية لأكثر من 1,000,000 تلميذ في 7,600 مركز امتحاني. المرور تعلن عن تنسيق عالم مع النقل الخاص للحد من عمل المركبات الخصوصي بصفة الأجرة.
الحصاد انتهى. شكرا على كرم المتابعة وتصبحون على خير.